يوم الرابع بلش نهاري بحبتين بوتاسيوم ومي. لأول وجبة لليوم رح أعمل بيض مسلوق، رح أحط 3 بيضات، مي، فرنايطة. هلا رايحة أعمل خطواتي اليومية. Oh, look who's come to say hello. Mama, my boots are dirty. Oh my god. My boots are dirty. It's fine. العشاية الكارنيفوري اليوم رح أعمل لحمة بقرة شقف مقلية بالزبدة. استخدمت حوالي ملعقة من الزبدة. وهلا رح ضيف اللحم الشقف. طبعا ما تنسوا انه الكميه مفتوحه، فسووا الكميه اللي بتناسبكم بتحسسكم بالشبع. وانا ضفت كمان ملح الهيمالايا والفلفل الاسود. بعد اللحمة حطيت 2 من البيض كنت سالقتهم الصبح، وهيك صارت وجبة بتشبع كارنيفورية. فهذا الكفير اللي سويته بدي طلع عليه شوفوا كيف صار. فبدي جيب السيفت. سو هيدي سيفت بلاستيك أو مصفاية بلاستيك، وقالت هي إنه بس نستخدم بلاستيك أو خشب. فرح أحطهم هون بكمية صغيرة قوي. بعتقد هدول هن الحبوب،
سو انا هذا عقمته وغسلته وهلا بدي اجرب مثل ما قلت لكم اعمل كافير بالجوتس ميلك. انا بعدني عم جرب تجريب فماني متاكده من النتيجه مزبوط بس هي كتجربه. سو هدول الجرينز وهلا هذا الجوتس ميلك اللي رح استخدمه او حليب الغنم وراح نضيف فوقهم. وهلا رح ارجع اغطيها وراح احطها هون على جنب. انا عملت الغلطة اني حطيتها بالبراد بس بعدين اتفرجت على اليوتيوب على ناس عم تعمل كافير ولازم تحطوها برا فرجعت حطيتها اليوم الثاني برا فما بعرف اذا زبطة 100% بس اليوم رح احاول احطها برا لشوف النتيجة. anyway بتمنى فلوج اليوم يكون عجبكم وبشوفكم بكرة بفيديو جديد. باي باي.